الله. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيرا، فإنهم خير أجناد الأرض، وإنهم وأزواجهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فمن هنا، من مدينة العريش عاصمة شمال سيناء، من أرض سيناء المباركة، نقول لك: صدقت يا رسول الله. وها نحن بعد 1453 عاما من بعثتك المشرفة، نقول لك: ها هم أهل مصر كما تحدثت عنهم، هم وأبناؤهم وأزواجهم في رباط، لم يبدلوا ولم يغيروا ولن يبدلوا ولن يغيروا إلى يوم القيامة إن شاء الله. ها نحن على العهد يا رسول الله، هنا في أرض الرباط، في أرض مصر، في سيناء المباركة، مرابطون. ها نحن هنا لنزود عن سنتك وننفي عنها، لننفي عن سنتك انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، لتبقى سنتك وتبقى شريعتك وتبقى ملتك نقية سمحاء كما أراد الله وكما بلغت عن الله عز وجل. لا تأخذنا في الله ولا في الحق لومة لائم. ها نحن هنا في مدينة العريش، في أرض سيناء المباركة، التي تحتفل بالذكرى 37 لرفع العلم على مدينة العريش وتحرير كامل أرض سيناء من الغزاة والطامعين، لنؤكد للعالم كله، للقاصي والداني، أن أهل مصر أرضهم هي عرضهم، ووطنهم هو عرضهم، على استعداد
لأن يفتدوه بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون. وكما كانت مصر بصفة عامة وسيناء بصفة خاصة مقبرة لكل الغزاة والطامعين، ستظل كذلك إلى يوم الدين إن شاء الله مقبرة لكل من تسول له نفسه المساس بذرة منها، غازيا أو طامعا أو إرهابيا أيا كان. وعلى نحو ما قال حافظ إبراهيم شاعر النيل في قصيدته الرائعة مصر تتحدث عن نفسها، حيث يقول: كم بغت دولة علي وجارت، كم بغت دولة علي وجارت، ثم زالت وتلك عقبة التعدي، ما ماني رام وراح سليمة سواء رام عن قرب أم عن بعد، ما ماني رام وراح سليمة من قديم، عناية الله جندي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق، ودراته فائد عقدي، ورجالي لو أنصفوهم لسادوا من كهول ملء العيون ومرضي. ونقول لحافظ: ليس رجال مصر فحسب، بل قل: ورجالي ونسائي وشبابي لو أنصفوهم لسادوا. وكما قال شوقي: بني مصر مكانكم تهيأ، بني مصر مكانكم تهيأ، فهيأ مكنوا للمجد هيأ، خذوا شمس السماء له حليا، ألم تك تاج أولكم مليا. لنا وطن، هذا وطننا، وهذه أرضنا، وهي أرضنا. لنا وطن بأنفسنا نقيه، لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العارضة نفتديه. لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العارضة نفتديه، إذا ما سالت الأرواح فيه بذلناها، كأن لم نعط شيئا، نقوم على الحماية ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا. مصر يسلم كل جيل من أبنائها الراية مرفوعة للجيل الذي يليه، ليؤدي دوره وواجبه في الحفاظ والبناء والتعمير. نقوم على الحماية ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا، وفيك نموت مصر كما حيينا، ويبقى وجهك المفدي حيا. هذا لسان حال كل ابن من أبناء هذا البلد، الذين يقدرون حجم التحديات، فتراهم رجالا، ولا سيما أوقات الشدائد والأزمات، حربا وسلما وحضارة وديمقراطية، على النحو المشرف الذي أبهر المصريون به العالم أجمع،
عندما خرجوا لممارسة حقهم الديمقراطي ليقولوا نحن هنا، نحن شعب تضرب حضارته لأكثر من 7000 عام في أعماق التاريخ، يعرف متى يخرج ومتى يقول كلمته، ويعلم أن المواجهة ليست عسكرية فحسب، ولا أمنية فحسب، ولا علمية فحسب، بل هي أيضا سياسية وديمقراطية، خرج ليرد على كل المشككين والمحبطين والأعداء المتربصين. خرجوا ليسهموا ديمقراطيا في بناء بلدهم. وعندما نتحدث عن بناء الدول، فالدول تبنى أولا بالوعي، ثم بالعلم. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. لم يبن ملك على جهل وإقلال. أروني أمة بلغت مناها بغير العلم والسيف اليماني، العلم والقوة والشجاعة والبسالة. ومن العلم أيضا، ومن أهم ما نحتاج إليه من العلم في هذا التوقيت، جهود العلماء والمفكرين والمثقفين، كما نبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. فنحن ما بين مبطل منتحل يضيف إلى سنة رسول الله ما ليس منها، وما بين جاهل لا يحسن التأويل، وما بين غال يحرف النصوص عن قصد، كما تفعل الجماعات الضالة الإرهابية لتضل الناس عن دين الله افتراء على الله ورسوله. الأمر الثاني، العمل. ليس بالكلام وحده تبنى الدول. الدول تبنى بالتضحيات، تبنى بالوعي، تبنى بالجهد، تبنى بالعرق، تبنى بالتعب، تبنى بالعمل، تبنى بالإتقان. ولنا هنا وقفة نختم بها خطبتنا الأولى، هي الحديث عن فضل العمل. ونحن على مقربة من الاحتفال بيوم العمال كرمزية لتشجيع العمل، وقلنا لا بأس على الإطلاق من تخصيص يوم للتركيز على قضية العمل وتكريم العمال، ويوم للتركيز على حقوق الأم وتكريم الأمهات، ويوم للعناية بالأيتام. كل ذلك مما لا حاجة فيه، بل ربما كانت الأيام الوطنية والأيام العامة مما يحفز الهمم. فتخصيص يوم لتكريم العمال المجتهدين أمر لا بأس به على الإطلاق، بل إنه مما يشجع على العمل، وديننا دين العمل ودين الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما أختم به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وفي رواية كان لا يأكل إلا من عمل يده. هل فكرنا لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا داود عليه السلام من بين سائر الأنبياء والمرسلين، مع أن غيره من الأنبياء كان منهم من يعمل نجارا، ومنهم من يعمل من عمل يدي، ومنهم من يعمل خياطا، لكن لماذا خص داود عليه السلام؟ لأن داود كان ملكا نبيا، وآتاه الله ملكا عظيما،
حيث يقول سبحانه: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. القوة في الطاعة في العمل في كل شيء. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أي أنه كان ملكا صاحب ملك عظيم، فكان بحسابات البشر ليس في حاجة أن يعمل بيده ولا أن يأكل، إنما هو ملك. ومع ذلك، مع هذا الملك الواسع الذي آتاه الله إياه ومكن له فيه، كان لا يأكل إلا من عمل يده لشرف عمل اليد. فهو لم يكن يعمل في حاجة إلى العمل، كان له ما يكفيه. ومن هنا نتعلم أنك تعمل لشرف العمل، لا لأنك في حاجة إلى المال، وإلا لما عمل الغني ولما عمل غير المحتاج. العمل يعمل الغني ويعمل الفقير، الفقير يعمل ليستغني، والغني يعمل لتدوم له النعمة، ولأن العمل شرف. ولما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد أحد أصحابه ووجدها خشنة من أثر العمل، قال: هذه يد يحبها الله ورسوله. ومن هنا نقول دائما في شعب مصر بصفة عامة، وفي قواتها المسلحة الباسلة بصفة خاصة: يد تحمي وأخرى تحمل السلاح، وبهذا تبنى الأمم. نحن لسنا أهل حرب ولا اعتداء، ولكن كما قال الشاعر: من رامها سلما فتلك يد ممدودة بالسلام. والأصل في ديننا السلام. من رامها سلما فتلك يد، أو رامها حربا فنحن رجالها. أسأل الله أن يديم على مصرنا العزيزة أمنها وأمانها وسلامها، وأن يغنيها بواسع فضله. أقول قولي هذا، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. عندما نتحدث عن بناء الدول ذكرنا الوعي واليقظة والتضحية في سبيل الوطن والعلم والعمل. بقي أمران أختم بهما الحديث، أحدهما يتصل ببناء الدول، والآخر يتصل بسيناء. أما الذي يتصل ببناء الدول، فالدول كما تبنى بالتضحيات والعلم والعمل، تبنى بالقيم والأخلاق أيضا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وهنا نقول للقاصي والداني: نعمل على ترسيخ هذه القيم على كل المستويات الفردية والمؤسسية والأسرية وعلى الدولة. فمصر لا تمارس إلا السياسة النظيفة التي لا تخون ولا تغدر ولا تتآمر ولا تمكر،
موقنين أن الحضارات والدول التي لا تبنى على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها ومآلها إلى السقوط والخذلان. وهنا نوجه رسالة لأي ممن يدعمون الإرهاب أو يقومون بدعمه أو تمويله، هذه خيانة لله ورسوله، وهذه محادة لله ورسوله، ومخالفة لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. وكما أن الخائن نهايته إلى الخذلان، فإن هذا المنطق ينطبق على الدول كما ينطبق على الأفراد. والذين يدعمون الإرهاب وينفقون أموالهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة. والإرهاب لا دين له ولا قيم له ولا وفاء له، بل سيرتد إن آجلا أو عاجلا على من يصنعه ويموله ويأويه. الدول العظيمة لا تبنى بالخيانات ولا بالتآمر ولا بدعم الإرهاب ولا بولاءات أعداء الدول الأمم، إنما تبنى بالقيم وبالشهامة وبالرجولة وبالكلمة. ونؤكد أن أي دولة تخلت عن القيم سقطت وكان مآلها إلى السقوط والخذلان، وهذا أشبه ما يكون بالسنن الكونية. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الكلمة الأخيرة هي تحية لأهالي سيناء وأبناء سيناء وقبائل سيناء وشيوخ سيناء الوطنيين الأفاضل الذين صمدوا ورابطوا وما زالوا صامدين مرابطين في هذه الأرض. ونقول لهم: سيناء أرض طيبة، أرض مباركة، أثنى عليها الله في كتابه وأقسم بها: والتين والزيتون وطور سينين. وقال لموسى: إنك بالوادي المقدس طوى. وكلم فيها موسى عليه السلام وقال وذكر أن فيها من الخيرات، إشارة إلى ما تموج به من الخيرات، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فكما نوجه لكم التحية نقول لكم: سيناء أمانة في أعناقكم أنتم أولا، والواجب العيني يتوجه إليكم قبل غيركم، كما يتوجه إلى كل وطني شريف وإلى كل مصري شريف أن يحافظ على وطنه. لأننا نؤكد أن الحفاظ على الوطن جزء من صميم الأديان ومقاصدها. هذه الجماعات الضالة لم تسئ إلى الأوطان فقط، وإنما شوهت الوجه النقي لديننا السمح. ولو أن أعداء ديننا بذلوا كل ما في جعبتهم ما بلغوا معشار ما أضرت هذه الجماعات الضالة بتأويلاتها الجاهلة وانحرافاتها المغرضة ومتاجرتها لدين الله بديننا السمح الحنيف. نحن هنا نقول لك: صدقت يا سيدي يا رسول الله، فأهل مصر
وأبناؤهم وأزواجهم وأهليهم، رجالهم ونساؤهم، شبابهم وشيوخهم، هنا على العهد لن يخزلوك أبدا، مرابطين في أرض الرباط إلى يوم الدين، يزبون عن سنتك ويدفعون عنها انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء أخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء أخاء وسائر بلاد العالمين، واربط على قلوب أبنائها المرابطين، واربط على قلوب أشقائنا في سيناء المباركة من أهالي سيناء ومن قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وكل مصري جعل روحه أمامه فداء لهذا الوطن العظيم. واللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، واغننا بحلالك عن الحرام وبفضلك عمن سواك، واجعل رزق أهل مصر واسعا من البر والبحر والسهل والجبل، واغنها بفضلك عمن سواك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واقبضنا إليك غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا مبتدعين، واسقنا عند الحوض بيد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. واختم اللهم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.